بالمناسبة أحمد سالمين هو خطير وتتعب الجول جول جول ما كان هذا اللقب هو لقب يعني ملك البطولات لقب كأس جلالة الملك كرة تتلعب في الجول جول جول توصل مرة ثانية خذوا هات بين المالود وعلي سعيد هذا هو عبد الوهاب المالود يتقدم يلعبها يا سلام الكرة لدايو ياتي من جانب المحاولة الآن المالود يلعبها يا خطير المالود أخطر كرة شوف دايو عملها للمالود عدى من الأولاني يلعبها بشمال الكرة تضرب القائم شوف شوف سددها فما ظلم أيضا في الوسط المحد في محمد الداود ابن الكابتن راتب الداود وهذه كرة خطيرة خطيرة وتنزل الأمام للمالود يستلم كورته بصناعة اللاعب رائع هذا اللاعب خطيرة أوه هدف الفعيل والتقدم للأمام وهذا هو فاجنر اللي قلت تحول اليمين في محاولة تسديده فاجنر استلام انتظار للمالود المالود يحاول هنا المرور المالود ينتظر يبحث عن عبد الحفيظ عبد الحفيظ وراه هنا الاعلام الزرقاء ترفرف وهنا عبد الوهاب المالود يلعب للاعب المتألق عبد الحفيظ